أما بعد، معاشر المؤمنين، مضى في دروس ماضية ذكر بعض الفوائد والدروس النافعة المستفادة من سورة الفاتحة التي هي أعظم سور القرآن وأجلها على الإطلاق، وقد مر معنا دليل ذلك في حديث سعيد بن المعلى رضي الله عنه حين أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه السورة أفضل سور القرآن، بل قال عليه الصلاة والسلام هي السبع المثاني، هي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيته، فأطلق عليها صلوات الله وسلامه عليه بأنها القرآن، مع أنها سورة واحدة من سور القرآن، وأطلق عليها عليه الصلاة والسلام في حديث آخر بأنها أم القرآن، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أي الفاتحة. وكل ذلك مما يدل على عظم شأن هذه السورة ورفيع مكانتها، وإنما كانت هذه السورة أم القرآن لأنها حوت على ما حوى عليه القرآن. القرآن فصل، وسورة الفاتحة أجملت، فلا غرو إذن أن تكون هذه السورة مليئة بالدروس النافعة والفوائد الماتعة والعبر المؤثرة التي يحتاج إليها كل مسلم. وفي هذا اليوم نقف معاشر الإخوة الكرام مع هداية من هدايات هذه السورة، بل مع هداية عظيمة من هدايات هذه السورة، سورة الفاتحة، التي فيها هداية العبد إلى صراط الله المستقيم. قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كم هو جميل بعبد الله المؤمن أن يردد هذه الكلمات المباركات كل يوم مرات وكرات، اهدنا الصراط المستقيم، يرددها وهو يستشعر عظيم حاجته وشديد افتقاره للثبات على هذا الصراط المستقيم والسير عليه مضيا إلى نيل رضا الله جل وعلا ودخول جنات النعيم. قد مر معنا قول ابن مسعود رضي الله عنه عندما سئل عن الصراط المستقيم ما هو، قال هو أمر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه الآخر في الجنة، أمر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه الآخر في الجنة،
بمعنى أن من سار على هذا الصراط المستقيم وكان ثابتا عليه مستقيما عليه لا انحراف عنده عنه ذات اليمين وذات الشمال أفضى به سيره هذا إلى نيل رضا الله جل وعلا ودخول جنات النعيم. وكما أن في هذه الدنيا صراط مستقيم يطلب من العباد السير عليه، فإن أمامهم يوم القيامة صراط مستقيم ينصب على متن جهنم، ويطلب من الخلائق أن يمشوا عليه. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، أي جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أجارنا الله إياكم. ولك أن تتفكر في هذا الأمر، الطريق إلى الجنة إنما هو من على هذا الصراط، صراط أدق من الشعر ينصب على متن جهنم، ونارها من تحت الناس تلظى وتضطرم، ويطلب من الناس السير من على هذا الصراط، وقد أقسم الله على ذلك: وإن منكم إلا واردها. فلا بد من هذا، من هذا السير على هذا الصراط المستقيم على متن جهنم. وأنت بهذه النصوص على يقين من المرور، على يقين من المرور، أنت على يقين من أنك يوما ما ستمر من على هذا الصراط، ولكنك في شك من النجاة، هل تكون من العابرين أو لا تكون، هل تكون من الناجين أو لا تكون منهم. والله جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فأنت على يقين من مرورك أو سيرك على هذا الصراط، لكن هل أنت من الفائزين؟ هل أنت من الناجين؟ هل أنت من المزحزحين؟ هذا ما ينبغي أن تعمل له في هذه الحياة، وذلك بالسير على صراط الله المستقيم الذي هو دين الله، دين الإسلام، ولا تنحرف عنه ذات اليمين وذات الشمال. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي على الصراط، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم استقاموا، قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: أي لم يروغوا روغان الثعلب، بمعنى أنهم ثابتون في سيرهم على صراط الله المستقيم. أعود ثانية وأقول: كم هو جميل بالمؤمن وهو يكرر كل يوم مرات وكرات: اهدنا الصراط المستقيم، مستشعرا عظيم حاجته وشديد افتقاره للسير على هذا الصراط والثبات عليه
إلى أن يلقى الله عز وجل وهو راض عنه، فهذه أعظم النعم وأجل المنن وأكبر العطايا على الإطلاق. ولهذا قال الله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. فهذه أعظم نعمة وأجل منة وأكبر عطية، أن يهديك الله جل وعلا صراطه المستقيم، وأن يثبتك عليه إلى أن تلقاه سبحانه وهو عز وجل راض عنك. وها هنا ينبغي أن تعلم أيها السائر على هذا الصراط أن أمامك عوائق تعوق سيرك، أمامك عوائق تعوق سيرك على هذا الصراط وتقطعك عن المضي فيه، وهي تحديدا ثلاث عوائق ينبغي أن تكون منها على حذر شديد. وهذه العوائق الثلاثة جاء في سورة الفاتحة نفسها هدايات عظيمة ودلالات مباركة للسبيل، لتحصيل السبيل للنجاة من هذه العوائق، وهي عوائق نبه عليها أهل العلم كثيرا وحذروا الناس من الوقوع فيها، وهي على ترتيبها في الخطورة: العائق الأول عائق الشرك بالله، والعائق الثاني عائق البدعة، والعائق الثالث عائق المعصية. فهذه ثلاثة عوائق أمام الإنسان وهو سائر على صراطه المستقيم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العوائق الثلاث في حديث عبد الله بن مسعود عندما خط صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ووضع على جنب هذا الخط المستقيم عن يمينه وشماله خطوط، خطوط متعرجة منحرفة عن الصراط المستقيم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله المستقيم، وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. والسبل التي ذكر عليه الصلاة والسلام لا تخرج عن الثلاث: إما سبيل يدخل به الإنسان إلى الشرك بالله، أو سبيل يدخل به الإنسان إلى البدعة في دين الله، أو سبيل يدخل به الإنسان إلى المعاصي والذنوب. وما من شك أن الأحب للشيطان والأرغب عنده والأفضل لديه أن يكون دخول الإنسان إلى الشرك، فإن لم يستطع فالبدعة، فإن لم يستطع فالمعاصي، ثم يتدرج إلى ما دون ذلك. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه أن ما يطلبه الشيطان من الإنسان سبعة أمور: ما يريد نيله الشيطان من الإنسان أمور سبعة، ويبدأ بها أولا بأول، فإن ظفر بالأعظم عنده وإلا نزل للمرتبة التي دونه. فهو أولا يريد من الإنسان الشرك بالله جل وعلا، فإن لم يستطع ذلك
أراد منه الوقوع في البدعة، لأن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لماذا؟ لأن صاحب البدعة يظن نفسه وهو على بدعته على خير، وإذا قيل له إنما أنت عليه هو خطأ لا يقبل، بل يرى أن الذي عليه هو الحق وهو الصواب، بينما العاصي إذا نصح عن معصيته يشعر بأنه مخطئ وأنه على ذنب، ولهذا يقول ادعو الله أن يتوب علي، أسأل الله أن يغفر لي، لكن المبتدع ما يقبل ولا يرضى، بل ينافح ويدافع ويصر، إلا إن كتب الله له الهداية وشرح صدره للخير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله احتجر التوبة على صاحب البدعة حتى يدع بدعته. فالشيطان البدعة عنده أحب من المعصية، ولهذا إذا لم يستطع إيقاع الإنسان في الشرك حرص على أن يوقعه في البدعة، فإن لم يستطع انتقل إلى أمر آخر، وهو أن يوقعه في كبائر الذنوب، لأن الذنوب كبائر وصغائر، فإذا لم يستطع أن يوقعه في الشرك ولا في البدعة اجتهد في أن يوقعه في كبائر الذنوب، فإن استطاع وإلا انتقل إلى خطوة رابعة، وهي أن يوقعه في صغائر الذنوب. والذنوب منقسمة إلى صغائر وكبائر، والله في القرآن الكريم يقول وكل صغير وكبير مستطر، أي مكتوب على العبد، ويلقاه في ديوان أعماله يوم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فإن لم يستطع على إيقاع العبد في الكبيرة اجتهد في إيقاعه في الصغيرة، فإن لم يستطع أن يوقعه في الصغيرة أي شيء يعمل، يجتهد في أن يشغل العبد بالأمور المباحة عن الطاعات والعبادات، يجتهد في أن يشغله في أمر مباح، أمر ليس بمحرم ولكنه يشغله به عن الطاعة وعن العبادة. فإن لم يستطع ذلك انتقل إلى رتبة سادسة، ألا وهي أن يشغله بالأمور المفضولة عن الأمور الفاضلة. دين الله عز وجل والطاعات التي أمر سبحانه وتعالى بها متفاضلة، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فإن لم يستطع ما سبق شغله بالمفضول عن الفاضل، شغله بالمفضول عن الفاضل. فإن لم يستطع هذه الست انتقل إلى أمر سابع، وهذا لا يسلم منه أحد، لا يسلم منه أحد، ولو سلم منه أحد لسلم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو أن يسلط عليه من جنوده من يؤذيه، أن يسلط عليه من جنوده من يؤذيه، إذا أيس عن صرفه من صرفه عن الخير وإبعاده عن الخير سلط عليه من جنوده من يؤذيه.
فيتعرض لبعض الأذى في جنب الله عز وجل. ولهذا أمر المؤمنون بالتواصي بالصبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وأيضا قال وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، لأن الأذى ولا سيما لقوي الإيمان أشد من غيره. فهذه الخطوات يتدرج الشيطان في تحصيلها ونيلها من العبد. واقرأ في هذا الباب قول الله تعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أين يقعد الشيطان؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، أي في كل طريق يسير فيه. والشيطان عدو يراك ولا تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. عدو يراك ولا تراه، شديد المؤنة كما قال ذلك بعض السلف، وهو قاعد لك في طريق الله المستقيم لحرفك عنه وصدك عنه وإبعادك منه وإيقاعك في مهاوي الانحراف. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم هنا هذه العوائق الثلاث التي قدمت الحديث عنها: الشرك والبدعة والمعصية. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون على حذر شديد منها، أن يحذر منها أشد الحذر، وأن يخاف على نفسه من الوقوع فيها، وأن يهتدي في هذا الباب بهدايات سورة الفاتحة وهدايات القرآن وهدايات سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لينجو وليسلم من الوقوع في هذه العوائق، عوائق النجاة، وهي عوائق أمام الإنسان في سيره تقطع عليه طريقه وتعوق عليه سيره. وكل عائق من هذه العوائق ينبغي أن يكون العبد منه على حذر. سئل أبو هريرة رضي الله عنه، قيل له: أخبرنا، ما التقوى؟ ما هي التقوى؟ قال لمن سأله: هل سلكت طريقا ذا شوك؟ هل مشيت يوما في طريق فيه أشواك؟ قال: نعم. قال: ماذا كنت تصنع؟ قال: إذا رأيت الشوك أمشي عنه يمينا أو يسارا وأحذر من أن أطأ الشوك. قال: هذه تقوى الله، هذه هي تقوى الله. لكن الذي تحذره هنا في التقوى ليس الشوك، بل هو شوك من نوع آخر، شوك من نوع آخر أشد نكاية في الإنسان من الشوك، وهو الشرك والبدعة والمعصية. هذه في طريق الإنسان وهو سائر إلى صراط الله المستقيم، فيحتاج السائر أن يتقي هذه الأشياء وأن يحذر منها. يقول بعض السلف:
كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ وانتبهوا لهذا، يقول بعض السلف كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يعرف الشرك ما هو كيف يتقيه؟ والذي لا يعرف البدعة ما هي كيف يتقيها؟ والذي لا يعرف الكبائر ما هي كيف يتقيها؟ يقولون فاقد الشيء لا يعطيه. وبهذا يعلم أن أهم ما يكون في اتقاء هذه العوائق والسلامة منها معرفتها. أنت مطالب أن تعرف الشرك ما هو، وأن تعرف البدعة ما هي، وأن تعرف الكبيرة ما هي. لماذا؟ من أجل أن تتقيها، كما قال من قال تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. كثير من الناس وقعوا في أمور هي من الشرك الصراح والكفر البواح بسبب الجهل المطبق بدين الله تبارك وتعالى، وكثير وقعوا في بدع ومخالفات لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم بدين الله. وهكذا الوقوع في المعاصي والذنوب غالب ذلك بسبب الجهل بدين الله. ولهذا أول ما يطلب من الإنسان في الدين طلب العلم حتى يعرف دينه، حتى يعرف الحق، يعرف الهدى، يعرف الصراط المستقيم. بدون العلم لا يستطيع الإنسان أن يعرف ذلك. ولهذا يبدأ بالعلم قبل القول والعمل، كما قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات، قال الإمام البخاري رحمه الله بدأ بالعلم قبل القول والعمل. فأنت مطالب أن تعرف هذه الأمور الثلاثة، هذه العوائق الثلاثة، الشرك والبدعة والمعصية، لا لشيء إلا لتحذر منها ولتجتنبها ولتحذر بنيك ومن تعول من الوقوع فيها. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، هب أنك قلت لابنك يوما يا بني لا تشرك بالله فقال لك ابنك وما الشرك؟ ما الشرك الذي نهانا الله عنه؟ أيليق بك في هذا المقام ألا تعرف الشرك ما هو؟ فحقيقة هذا أمر مهم ولا بد منه. ولم يقع من وقع في الشرك في الغالب إلا بسبب الجهل، ولا سيما مع كثرة الشبهات التي تعصف بالجهال وقليل العلم فتحرفهم عن دين الله تبارك وتعالى. أليست من المصائب العظام والطوام الجسام أن تجد في المنتسبين إلى الإسلام من يرفع يديه الرفع الذي لا يكون إلا لله، ويمدهما مدا ثم ينادي مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أدركني يا فلان، الحقني يا فلان. سبحان الله، أين الله؟ أين التوحيد؟ أين البراءة من الشرك؟ ما سبب وقوع أمثال هؤلاء في أمثال هذه الشركيات أعاذنا الله وإياكم؟ إلا الجهل بدين الله ودخول شبهات المضلين عليهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح ثابت إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ماذا يفعل الأئمة المضلون؟ يزينون الباطل ويلبسون على الناس ويصورون لهم الضلال بصورة الهدى، فيقع الناس
في الانحراف، ويقع الناس في الشركيات وفي البدع وفي الضياع. ولهذا يجب العبد، يجب على العبد أن يكون في غاية الحذر. أولا نعرف الشرك ما هو، الذي هو أخطر الذنوب وأعظمها، وليس في الذنوب ذنب أخطر منه. وقد قال الله تعالى في بيان خطورته: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، من هم؟ من يشركون معه غيره. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هل قدر الله حق قدره من يستغيث بغير الله، من يدعو غير الله، من يطلب المدد والعون من غير الله، من يطلب كشف ضرائه وإزالة بلائه من غير الله، أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون، أي قليل تذكركم. لو أنكم تتذكرون وتتفكرون وتتدبرون في الأمر لما وقعتم في ذلك، قليلا ما تذكرون. فالشرك أخطر الأمور وأظلم الظلم، وليس في الظلم ظلم أفظع منه. ولهذا قال: إن الشرك لظلم عظيم. وأي ظلم أعظم من أن تصرف العبادة لغير الخالق، أن يصرف الدعاء لغير الخالق، يخلق هو ويرزق هو وينعم هو ويتفضل هو سبحانه، ثم يدعى غيره، ثم يسأل غيره. سئل عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وتنبه هنا لقوله وهو خلقك، أي أن خلقه لك، تفرده سبحانه وتعالى بخلقك وإيجادك من العدم يكفي دليلا على وجوب إفراده وحده بالعبادة. فلا يدعى إلا هو، ولا يسأل إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب المدد والعون والنصر إلا منه، ولا يتخذ معه ند ولا شريك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غيرهم. لأن العبادة حق للخالق تبارك وتعالى. قال عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فالشرك هو أعظم الذنوب خطرا. فما هو الشرك؟ ما معنى هذه الكلمة الشرك؟ الشرك هذه الكلمة تعني التسوية، الشرك هو التسوية وعدل غير الله به، كما قال الله تبارك وتعالى عن الكفار: ثم الذين كفروا بربهم ماذا؟ يعدلون. معنى يعدلون أن يسوون غيره به. فتسوية غير الله بالله شرك بالله. ولأجل هذه التسوية ماذا يقول المشركون إذا دخلوا يوم القيامة نار جهنم وخلدوا فيها؟ ماذا يقولون؟ اسمعوا مقالتهم وهي تبين لنا ما هو الشرك. قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ
نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك التسوية، تسوية غير الله بالله. وهنا لك أن تسأل، تسوية غير الله بالله في ماذا؟ الشرك هو تسوية غير الله بالله في أي شيء؟ في أمور ثلاثة جامعة لكل التوحيد، وهي ما سبق بيانها في درس مضى في أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد لله في الربوبية، وتوحيد لله في الأسماء والصفات، وتوحيد لله عز وجل في الألوهية. إذا سوي غير الله بالله في هذه الثلاث هذا هو الشرك. إذا سوي غير الله بالله في هذه الثلاث هذا هو الشرك. ولهذا لا بد من معرفة هذه الأنواع الثلاثة من التوحيد والحذر من أضدادها، وكل واحد منها له ضد. توحيد الربوبية، أن تفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير وجميع معاني الربوبية، تفرد الله بأفعاله هو سبحانه، فتعتقد أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا منعم إلا الله، ولا متصرف ولا مدبر إلا الله جل وعلا. فهذا توحيد الربوبية. ولهذا النوع من التوحيد ضد، وهو الشرك في الربوبية. ومتى يكون الإنسان مشركا في الربوبية؟ إذا سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله في ربوبيته. أرأيتم لو أن شخصا قال إن غير الله أو إن أحدا من الناس يتصرف في هذا الكون، أو يدبر هذا الكون، أو يملك الإحياء والإماتة، أو يملك التدبير، أو أن أحدا من الناس يملك استقلالا ذرة واحدة من هذا الكون بدون تمليك الله له، هذا يكون ماذا؟ مشركا بالله عز وجل في الربوبية. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، أي استقلالا. أما بتمليك الله فكل ما يملكه الناس بتمليك الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. ولهذا ما يملكه الإنسان هو بتمليك الله له، وهو مفارق ما يملك أو مفارقه ما يملك، لا يخرج عن واحدة من هاتين الاثنتين، إما أن يفارق هو ما يملك بالموت، أو يفارقه ما يملك بالجوائح وغيرها. وما يملكه إنما هو بتمليك الله سبحانه وتعالى له، ولا أحد يملك استقلالا ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. إذا من اعتقد في أحد كائنا من كان أنه يخلق أو يرزق أو يدبر أو يحيي أو يميت أو يتصرف في هذا الكون أو يملك فيه شيئا استقلالا أو نحو ذلك، فهذا شرك في الربوبية، ينقل صاحبه من الدين ويخرجه من الملة. والنوع الثاني توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. والله جل وعلا قال في القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. توحيد الله في أسمائه وصفاته أن نؤمن بها وأن نثبتها له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله، هذا توحيد الأسماء والصفات.
ويضاده الإلحاد، ويجمع الإلحاد نوعان: نوع تعطيلها ونفيها وعدم إثباتها لله، ونوع تشبيه أوصاف الله تبارك وتعالى بأوصاف المخلوقين. وكل من التعطيل والتشبيه إلحاد، المعطل النافي لأسماء الله وصفاته ملحد، والمشبه لصفات الله بصفات المخلوقين ملحد. والله تبارك وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالموحد هو الذي يثبت أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بجلال الله تبارك وتعالى وكماله، والملحد من يعطلها أو يشبهها بأوصاف المخلوقين. وكل من التعطيل والإلحاد فيه تسوية للرب تبارك وتعالى بغيره، وتنبهوا لهذا. كل من الإلحاد والتعطيل فيه تسوية لله تبارك وتعالى بغيره. أما التعطيل فإن المعطل سوى الله جل وعلا بالعدم والعياذ بالله، من ينفي عن الله أسماءه وصفاته ويقول في حق الله إنه ليس بسميع وليس ببصير وليس بعليم وليس بكذا، ينفي عن الله صفاته، شبهه بالعدم وسواه بالعدم. ولهذا قال من قال من السلف: والمعطل يعبد عدما. المعطل يعبد عدما، الذي ينفي عن الله أسماءه وصفاته سواه بالعدم. وهذه التسوية إلحاد، إلحاد في حق الرب سبحانه وتعالى، تنقل من ملة الإسلام. والمشبه أيضا وقع في التسوية، لا، من يقول والعياذ بالله إن سمع الله كسمع المخلوقين وبصر الله كبصر المخلوقين ويد الله كأيد المخلوقين، فهذا سوى الله بغيره، فهو ملحد، ملحد في أسماء الله وصفاته. والله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وانظر التهديد لهؤلاء، هددهم في الآية مرتين: مرة بأمر عباد الله المؤمنين بأن يذروهم وأن يحذروهم وأن يبتعدوا عنهم، ومرة بقوله سيجزون ما كانوا يعملون، ولم يذكر ما الجزاء الذي سيجازهم به لعظمه وضخامته وكبره، أي سيجزون بجزاء عظيم وعقوبة فظيعة، جزاء إلحادهم في أسماء الله تبارك وتعالى، إما بالتسوية، تسوية الرب بالعدم بتعطيل صفاته، أو بتسويته بالمخلوقات بتشبيهه بهم. وهذا كله إلحاد ينقل من الملة، ولا يستقيم للإنسان توحيده في هذا الباب إلا بإثبات صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا تعطيل ولا تمثيل، بلا تعطيل ولا تمثيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. هذه قاعدة أهل العلم وأهل الحق وأهل السنة في أسماء الله وصفاته، ولا نجاة إلا بسلوكها، لا نجاة من الإلحاد ولا سلامة من الإلحاد إلا بسلوك هذه الطريقة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام وأتباعه من بعدهم. ثم
النوع الثالث من التوحيد توحيد الله عز وجل في ألوهيته، بأن لا يعبد إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يطلب المدد والعون إلا من الله ولا يذبح إلا لله. فمن صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد سوى غير الله بالله. من صرف شيئا من ذلك لغير الله فقد سوى غير الله بالله. من دعا غير الله أو استغاث لغير الله أو ذبح لغير الله أو صرف شيئا من العبادة لغير الله فإنه بذلك سوى غير الله بالله فيما هو حق لله عز وجل، فيكون بذلك مشركا، فيكون بذلك مشركا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الطاعات كلها لله. انظر في الحج ماذا قال الله؟ ولله على الناس حج البيت، هذا الإخلاص لله. أيضا قال وأتم الحج والعمرة لله. قال في الصلاة والنحر فصلي لربك وانحر. العبادات والطاعات كلها لله. فمن صرف شيئا من الطاعات والعبادات لغير الله يكون قد سوى غير الله بالله، فيكون بذلك مشركا. إذا عرفنا أن التوحيد أقسامه ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، فلنعلم أن الشرك أقسامه ثلاثة، لأن كل نوع من أنواع التوحيد له ضد. فهناك شرك في الربوبية، وهناك شرك في الأسماء والصفات، وهناك شرك في الألوهية. وكل هذه الأنواع الثلاثة من الشرك يجب على العبد أن يحذر منها أشد الحذر، فيخطر من البدع وأخطر من المعاصي، إذ هي أظلم الظلم وأكبر الجرم، وليس في الذنوب أعظم منها. تسوية الله، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه. ولهذا على ضوء ما سبق، لو رغب راغب أن نذكر تعريفا للشرك ليعرف جامعا لأنواعه الثلاثة، فنقول الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا هو الشرك الجامع، هذا هو تعريف الشرك الجامع لأنواعه. وتعريف التوحيد الجامع لأنواعه هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أيها الإخوة، إن أعظم ما ينبغي أن تحذر منه وأن تحذر من الوقوع فيه الشرك بالله، ويجب أن تخاف منه. وقد قال الله في القرآن الكريم عن نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني، هذا قاله الذي حطم الأصنام بيده وكسرها بيده. ماذا قال؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. أحد السلف قرأ هذه الآية قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم إذا كان إمام الحنفاء عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ فمن يأمن البلاء بعده؟ وانظر قوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وإذا عرفت الشرك وعرفت خطورته فعليك أن تعرف هنا أمرا في غاية الأهمية،
ألا وهو أن دخول الشرك على الناس من قديم الزمان وفي حديثه من طريقين، غالبا دخوله على الناس من طريقين، جاء التحذير منهما في نصوص كثيرة وأحاديث عديدة. فالشرك دخل قديما على الناس، وأيضا دخوله على الناس في كل زمان وأوان في الغالب من هذين الطريقين، فعليك أيضا بمعرفتهما لتحذر. وأمهد لك بمعرفتهما بذكر بداية وقوع الشرك، بذكر بداية وقوع الشرك كيف وقع في الناس. آدم عليه السلام وذريته من بعده كلهم كانوا على التوحيد، كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، كانوا أمة واحدة على التوحيد موحدين. خصائص الله لله لا يصرفون منها شيئا لغيره، كانوا ماضين على التوحيد. والشيطان مجتهد قاعد لهم في صراط الله المستقيم ليصرفهم عن التوحيد، وبذل في ذلك جهودا عظيمة ليخرج الناس من هذا التوحيد. فماذا فعل بعد مضي قرون والناس على التوحيد؟ جاء إلى قوم كان فيهم رجال صالحون، أئمة وأهل فضل وأهل علم وأهل خير، ومعروفين بالناس بإمامتهم وفضلهم ومكانتهم ونفعهم للناس، وأحبهم الناس حبا عظيما. وهؤلاء الرجال الصالحون خمسة أسماءهم ذكرت في القرآن: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، خمسة رجال. هذه أسماء رجال صالحين وعرفوا بالصلاح والفضل والاستقامة بين أقوامهم. فلما مات هؤلاء أتى الشيطان إلى أقوامهم وقال: أنتم تعرفون هؤلاء، تعرفون فضلهم وتعرفون مكانتهم وتعرفون قدرهم وتعرفون إمامتهم، قلوبكم أحبتهم، هكذا يموتون وينتهي تاريخهم بدون أي شيء يذكركم بهم؟ أين محبتكم لهم؟ محبة الصالحين، أين محبتكم لهم؟ أين قدرهم عندكم؟ أين مكانتهم؟ هكذا يذهبون بدون أي شيء يذكركم بهم؟ اجعلوا لهم شيئا يذكركم بهم، مجرد ذكرى، بحيث إذا رأيتم هذا الشيء الذي تجعلونه ما أن تروا إلا وتتذكرهم. وإذا تذكرتموهم تذكرتم ما كانوا ينصحونكم به وما كانوا يرشدونكم إليه، تذكرتم الخير، تذكرتم الاستقامة، لأن هؤلاء هم الذين يذكرونكم وينصحونكم. اجعلوا لهم أنصابا، صور، تماثيل على أشكالهم وعلى هيئتهم، بحيث إذا رأيتم تلك الصور تقولون: هذه صورة فلان الذي كان يذكرنا. دخلت الفكرة في رؤوس هؤلاء واعجبوا بها. بسبب ماذا؟ شدة محبتهم لهؤلاء الصالحين، شدة محبتهم لهؤلاء الصالحين، فوضعوا لهم تماثيل على أشكالهم وهيئاتهم. من أجل ماذا؟ من أجل الذكرى فقط، صورة تذكارية، صورة تذكارية، مجرد ذكرى، حتى لا ننسى، يقولون حتى لا ننسى هؤلاء وتبقى ذكراهم أمامنا بهذه التماثيل وهذه الأنصاب. انتهى من هذا الجيل، ترك هؤلاء الجيل مع الصور التذكارية، ما دخل الشرك لكنهم في مقدماته.
جاء إلى الجيل الذي بعدهم. انظر الآن حتى تعرف أن الشيطان طويل النفس، الشيطان طويل النفس في الأضلال، قد لا تكون نظرته إلى الجيل الذي أمامه، وإنما نظرته إلى أجيال تأتي قدام وتكون نظرته بعيدة، وهذا من كيد الشيطان ومكره. ترك هذا الجيل حتى مات، وجاء لجيل أتى بعدهم وقال لهم هذه التماثيل والأنصاب التي بناها ووضعها آباؤكم وأجدادكم، هل تعرفون لما وضعوها؟ هذه وضعوها لرجال كانوا أهل فضل وأهل صلاح ولهم مكانة عالية عند الله عز وجل ولهم قدر عند الله، فهم وضعوا هذه الأصنام وهذه الأنصاب لهم من أجل إذا استغاثوا بهم أغيثوا وإذا سألوا بهم أعطوا، لأجل هذا وضعوها. فإذا أردتم الغيث وإذا أردتم النجدة وإذا أردتم العافية وإذا أردتم الصحة أمامكم هؤلاء أشياخكم وأجدادكم وآباؤكم وضعوها لكم من أجل هذا الأمر فعبدوهم من دون الله. نعم قد يستدرجون، قد يأتون عند هذه الأصنام ويقول أغثنا يا ود أو يا سواع أو يا يغوث، فيبتلي الله هؤلاء فينزل مطرا، أو يأتي مريض إلى شيء من هذه الأصنام ويقول أنا مريض فاشفني، فيشاء الله أن يشفيه ليبتليه ويبتلي به. ولهذا بعض الذين يعبدون القبور ويعبدون غير الله يستشهدون بقصة وبقصتين، يقول فلان كان مريض وذهب إلى قبر فلان واستشفى به فشفي، أنا رأيته بنفسي كان مريضا وذهب إلى القبر الفلاني وتمرغ بترابه وسأل صاحبه فشفي، ثم يقع زرافات من الناس ووحدان في الشرك بسبب هذه القصة التي تروى ولا يدرى أيضا عن صحتها من عدمه. فهذا مدخل الشرك، مدخل الشيطان على الناس لإيقاعهم في الشرك، يدخلهم في الشرك من جهة تعظيم الصالحين، وهو يدخلهم في الشرك بسبب تعظيم الصالحين من جهتين: جهة وضع التصاوير لهم أصنام على هيئاتهم، أو من جهة ماذا؟ رفع قبورهم ووضع الأبنية العظيمة على قبورهم حتى يأتي ضعيف الإيمان وقليل العلم ورقيق الدين ويرى الهيئة الكبيرة والبناية العظيمة والزخارف والزينة، فيدخل قلبه هيبة، فقلبه يتعلق بالقبر وبمن فيه. روى الإمام مسلم، انظر المدخلين، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشيدا إلا سويته. رواه مسلم في صحيحه، هذان مدخلان. قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشيدا إلا سويته. لماذا؟ لماذا هذا الأمر من الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه، حماية للأمة وصيانة للدين والعقيدة من أن يقع الناس في الشرك من هذا المدخل الذي دخل منه الشيطان الرجيم؟ ولا يزال الشيطان إلى يومنا يدخل على الناس من هذا المدخل نفسه، إما بوضع الأنصاب التذكارية والأصنام التذكارية، أو بوضع الأبنية على القبور والقباب ونحو ذلك،
حتى يتعلق الناس بالمقبورين ويدع التعلق برب العالمين وخالق الخلق أجمعين، حتى بات الأمر عند بعض الناس إذا أراد أن يدعو الله الذي قال في القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا أراد أن يدعو الله سبحانه وتعالى يعتقد أن الدعاء لا يقبل إلا إذا ذهب عند القبر، قبر نبي أو قبر ولي أو غيره. وهذا من التعلق بالقبور، أعاذنا الله وإياكم وحمانا وحماكم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيدنا وإياكم من الشرك. اللهم أعذنا من الشرك، اللهم أعذنا من الشرك، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونعوذ بك مما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك كله، صغيره وكبيره، يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة، إذا عرفنا هذا الأمر وهو ما يتعلق بالشرك، بقي جانبان لم أتحدث عنهما من العوائق، وأيضا لم أتحدث عن هداية سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة، للتخلص من هذه العوائق الثلاث: عائق الشرك، وعائق البدعة، وعائق المعصية. ولهذا الحديث لم ينتهي، لكن له بقية، نسأل الله جل وعلا أن ييسر المواصلة فيها والحديث عنها بمنه وجوده وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. سبق أن ذكرت لكم قصة مفيدة نحتاج إليها في هذا المقام وفي كل مقام، لأن كل بني آدم خطأ، وقد يكون خطأ الإنسان كبيرة وقد يكون أعظم من ذلك، وقد يكون الإنسان في الخطأ الذي أخطأ فيه أمضى فيه دهرا وعمرا طويلا، قد يكون مضى على خطأ 60 سنة 70 سنة، فيأتيه الشيطان إن فكر بالتوبة ويقول له: أنت على هذا منذ خلقت، منذ نشأت وأنت على هذا، وعليه آباؤك وأجدادك، فلماذا تتحول عنه؟ إذا كان الذي تتحول عنه هو تحول إلى خير وإلى إيمان وإلى طاعة وإلى ترك محرم، فبادر بالتحول ولا تلتفت للماضي، لا تلتفت للماضي، بل عليك أن تحسن فيما أمامك وفيما بقي من حياتك ودع الماضي. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحسن فيما بقي من حياته غفر له ما مضى منها. وقد ذكرت لكم قصة هي للفضيل ابن عياض رحمه الله وليست للحسن البصري. لقي رجلا عمره وصل إلى 60، وقال له: كم تبلغ من العمر؟ قال: أبلغ 60 سنة. قال: أو ما علمت أنك في طريق قد أوشكت أن تبلغ أو أن تصل إلى نهايته؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أو تعرف تفسيره؟ تعرف تفسير هذا الكلام؟ قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا لله راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، فإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. أدرك الرجل الأمر تمام الإدراك، فقال: ما الحيلة؟ ما الحيلة؟ قال: أحسن فيما بغي، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما مضى وفيما بقي. هذا الذي قاله الحسن البصري الذي قال الفضيل بن عياض رحمه الله، أفادني أحد الإخوة جزاه الله خيرا أنه ورد في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدته وهو في المعجم الأوسط للطبراني وفي تاريخ ابن عساكر
وقد أورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. ولاحظ هنا، قد يكون الذي بقي الإنسان ساعة، وقد يكون الذي بقي له ساعتان، وقد يكون يوم أو يومان أو شهر أو شهران. إن أحسن في هذا الذي بقي ولو قل غفر له ما قد مضى ولو كثر، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم منه على عبده. قد يكون الذي بقي لك من حياتك ساعة واحدة تحسن فيها صادقا مع الله، يغفر لك ما قد مضى. وذكرت لكم في هذا المقام قصة عجيبة رواها أو ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عند هذه الآية أورد ابن كثير في تفسيره ما رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقطع المفاوز بحثا عنه عليه الصلاة والسلام، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإيمان؟ علمني الإيمان. وكان الرجل فوق البعير، ما نزل من بعيره، كان فوق بعيره راكبا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ أي أخبرني عن الإيمان. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت الحرام. قال الرجل وهو على بعيره: أقررت. قال: أقررت، أسلم الآن ولا لا؟ أسلم. قال: أقررت. فمجرد أن قال أقررت ساخت قدم بعيره في حفرة جرذان، الجرذان هو الفار الكبير، وحفرته في الأرض تكون الأرض هشة، فساخت قدم بعيره أو يد بعيره في حفرة جرذان، فسقط من بعيره على عنقه فمات. حياته كلها كفر، وله في الإسلام كلمة واحدة: ماذا؟ أقررت. وسقط من البعير ميتا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا لأخيكم، أخ لهم في الإسلام. وقال: إذا أردتم أن تروا الذين عملوا قليلا وأجروا كثيرا فهذا منهم. وقال في رواية: إذا أردتم أن تروا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذه القصة أوردها الإمام بن كثير نقلا عن المسند للإمام أحمد، وفي الإسناد الذي ذكره ابن كثير ضعف، لكن الحديث جاء من روايات ذكرها الإمام أحمد في مسنده، وبمجموع هذه الروايات يرتقي الحديث إلى درجة الحسن، وله شواهد على صحة معناه من حيث الجملة كثيرة جدا، له شواهد على صحة معناه من حيث الجملة كثيرة جدا. منها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخرة، سره وعلنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.